أكيد جدناهم وايد صراحة، يعني مكانهم يبين. أكيد طبعا، أكيد طبعا، لأن الجسر ده يعتبر شريان البحرين عموما يعني. أي والله صح، أكيد نتمنى يفتحون الجسر عشان نسافر ونروح ونجي. عندنا ربع وات سعوديين، يعني أنا عندي السعودي أبو صار بحرين بس مو قادر. وايد فقدناهم السعوديين، وايد فقدناهم صراحة، لأن إحنا والسعودية أهل. شكون السعوديين كانوا يعتبر إلى حد ما مليين علينا البحرين عموما، وأنا عموما أصلا مولود في السعودية ولي أصدقاء كتير أصلا في السعودية، ما عارفين أصلا ولا أشوف أصدقائي من السعودية ولا هم برضو نفس النظام عارفين يشوفوني يعني. بس الحمد لله أنا أولا وأخيرا. كل شيء زحمتهم حلو، كل شيء حلو فيهم. زحمة الجسر، يوم تروح الجسر زحمة، خاصة يوم تنقع بالجسر ساعتين وثلاث ساعات، حلوة هذه.